هنعمل سلطه كمان الطحينه. لسلطه الطحينه محتاجه طحينه خام، كمون، ثوم مفروم، عصير ليمون، خل ابيض، ميه تكون من الحنفيه تكون دافيه اللي يريحكم، وبقدونس مفروم. اول حاجه بحطها الطحينه، وتاني حاجه بتنزل على الطحينه الخل الابيض. ليه؟ عشان يفتح لي لون الطحينه. بصوا اللون افتح ازاي على طول اهو، انتوا فين. ننزل عليها عصير الليمون، كمون، ملح، نقطة فلفل اسود. طبعا هي دلوقتي بدأت تجمد تاني لانها محتاجة بقى خلاص سائل. الثوم، وبعدين ابتدي انزل بقى السائل واحدة واحدة، مية دافية اسهل طريقة ان احنا نعمل بيها الطحينة. طيب مفيش مشكلة خالص، بس مش ساقعة يعني من حنفية، لان الساقعة هتمسك. ايوه بتخليها تمسك اكتر، فلا مش ساقعه، لكن من الحنفيه ماشي الحال. ظبطناها بقى كده احنا. الله، المفروض انها تبقى ماسكه نفسها كده شويه، ما تبقاش سايله قوي، خاصه لو هنحطها في ساندوتش او حاجه.